وبالعودة إلى اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مقر مجلس النواب من جديد الزميل إبراهيم عزت مراسل إكسترا نيوز. إبراهيم تحياتي لك وما الجديد لديك؟ تفضل. مساء الخير آية. إذن ما زالت اللجنة المشكلة البرلمانية لدراسة برنامج الحكومة منعقدة حتى اللحظة. هذا الاجتماع الذي بدأ بحلول 3 من مساء اليوم، وبالرغم من أن اليوم هو يوم الجمعة، ولكن بحسب التصريحات الصادرة عن هذه اللجنة هي منعقدة طوال الفترة، طوال تحديدا في 10 من الشهر الجاري، على أن تستكمل حتى 2 المقبل بإذن الله. إذا أردنا أن نصف ما يحدث داخل هذه اللجان، ربما الإيجابية تسود هذه الاجتماعات. هناك مساحات مشتركة ما بين يعني السلطتين التشريعية والتنفيذية، ممثلة بحضور السادة الوزراء. اليوم نتحدث عن الاجتماع 5 تحديدا، وزارتي التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى 42 من السادة النواب ممثلين عن الهيئات البرلمانية المختلفة في مجلس النواب، فضلا عن عدد من النواب الذين يمثلون يعني الأحزاب المعارضة أو حتى المستقلين. كل هذه الاجتماعات كما أشرت في تفاصيل الخبر قبل قليل تأتي برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب. على ما يبدو وبالرغم من أننا تابعنا عدد من المشاريع تحديدا في صعيد مصر طوال السنوات الماضية، ولكن وزير الإسكان والتنمية والمرافق والمجتمعات العمرانية وضح أيضا وقال أن الوزارة يعني ستستمر في تنفيذ عدد من المشروعات تحديدا في صعيد مصر خلال الفترة المقبلة ضمن برنامج الحكومة الجديدة. وأيضا تحدث عن استكمال التوسع في المدن الجديدة. إن كنا نتحدث عن استكمال المدن الجديدة بالفعل التي تنتمي إلى الجيل الرابع التي بدأ العمل بها خلال السنوات الماضية، أو تدشين عدد من المدن الجديدة في المحافظات تحديدا في المحافظات الحدودية. التنمية في شمال سيناء كانت أيضا حاضرة على طاولة الحوار في اجتماعات اليوم بحسب ما قالته السيدة وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض فيما يخص استكمال مشروعات يعني المبادرة الرئاسية حياة كريمة في مراحلها المختلفة. وأيضا تحدثت عن تحويل جميع أتوبيسات هيئة النقل العام للعمل بالغاز والكهرباء خلال الفترة القليلة المقبلة. يأتي هذا من بين عناوين كثيرة يتم الحديث عنها في هذه الاجتماعات ضمن أعمال اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة. وما زالت الاجتماعات مستمرة، بدأت بالفعل بحلول 10 من الشهر الجاري، وستستمر حتى يوم 2 المقبل على أن يتم تقديم تقرير مفصل لما تمخض عن هذه الاجتماعات طوال هذه الأيام. اليوم هو اليوم 3 ضمن الاجتماع 5 في هذه اللجنة، وبعد ذلك يتم مناقشة كل هذه النتائج في الجلسة العامة لمجلس النواب في 21 من الشهر الجاري يوم الأحد بعد القادم بإذن الله، ضمن يعني جلسة عامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي للحديث حول أهم النتائج التي تم الوصول إليها من قبل المناقشات المستمرة ما بين الحكومة وما بين اللجنة المعنية المشكلة بدراسة برنامج الحكومة بإذن الله. هذه هي الصورة حتى اللحظة زميلتي آية، وما زال الاجتماع مستمر مرة أخرى، وبالتأكيد سنوافيكم بكل ما هو جديد من مقر مجلس النواب بوسط القاهرة. إليك آية. زميلي إبراهيم عزت مراسل إكسترا نيوز حدثتنا من مقر مجلس النواب، شكرا جزيلا لك إبراهيم على كل هذه التفاصيل.